هاي الورشة اليوم تأتي ضمن سلسلة ورشات عمل تدريبي بهدف بناء قدرات الإعلاميين وتعريفهم بآخر مفاهيم الصحة العامة وكيفية تناول تقارير وإعداد تقارير حول قضايا الصحة العامة، لأنه اليوم قطاع الصحة كان مستهدف كتير ونشر الوعي مسؤولية الإعلاميين، فالإعلاميين اللي يستطيعوا نشر هذا الوعي وهذه القضايا يفترض يكونوا على دراية بهذه المواضيع وآخر مستجدات. بالنسبة للتداخل اللي قدمته هو عن أهمية الصحة العامة والبرامج التي تنفذ في الصحة العامة في تحسين مردود الواقع الصحي في المجتمع، تعاون ما بين منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية في الجمهورية العربية السورية في تنفيذ السياسات الصحية المعتمدة من الحكومة لتحسين الواقع الصحي في الجمهورية العربية السورية. قدمنا ضمن المحاضرة مجموعة من المعطيات كيف أثرت تطبيق برامج الصحة العامة في تحسين مردود الصحة العامة على مستوى الأفراد في جميع أنحاء العالم وطبعا من الجمهورية العربية السورية. طبعا أهمية هذه الورشة العمل هي يعني تدريب الإعلاميين على كيفية التصرف أثناء حالات الطوارئ خاصة في سوريا، يعني أثناء الأزمة اللي استمرت فترة طويلة، ويريد أن يدرب الإعلاميين حول كيفية توعية الناس لحماية أنفسهم وعدم وتجنب المخاطر التي قد تلحق بهم.